ودلوقتي خلينا نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي مع بعض جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً كوبري أكتوبر. إحنا شايفين قدامنا كوبري أكتوبر في كثافات مرورية بسيطة خالص، مش بتأثر على معدل الحركة، ولغاية ما بنوصل لرمسيس. أول ما بنوصل لرمسيس هنلاقي بعدها سيولة هتكمل معانا لغاية نزلة غمرة، والسيولة دي هتكمل معانا لغاية نهاية كوبري أكتوبر. لو بصينا عند شارع رمسيس هنلاقي كثافات بسيطة ومش هتكون مؤثرة أبداً بامتداد الشارع، والسيولة دي هتكمل معانا لغاية طريق النصر. لو جينا هنا بصينا عند كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين هنلاقي عندنا كثافات مرورية، وده طبعا ناتج عن التحويلات اللي موجودة وبعض أعمال توسيعة الكوبري وربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، وإحنا عارفين ده بقالنا فترة. لكن الاتجاه الآخر هنلاقي اللي جاي من ميدان لبنان مفيهوش أي مشاكل وفيه سيولة مرورية. لو جينا هنا عند الكورنيش ومن عند المظلات لوسط البلد هنلاقي كثافة مرورية هتكون بسيطة، احنا متعودين عليها كل يوم، هتقل مع ساعات الذروة الصباحية. ولو بصينا عند شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري أكتوبر بيشهد هنشوف سهولة مرورية لغاية ما بنوصل لمنطقة الزاوية الحمراء. متوقع طبعا ان احنا نلاقي بعض الكثافات عند منطقة الويلي ولغاية ما بنوصل لكوبري الساحل والأميرية، وده المعتاد في مثل هذا التوقيت كل يوم. لو بصينا بقى هنا عند أعلى الأوتوستراد هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، ومطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين انه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. خلينا نكمل جولتنا ونروح الجيزة ونشوف شوارع الجيزة. احنا شايفين شارع الهرم ومتعودين ان هو في الوقت ده بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع. الكثافات دي هتزيد مع ساعات الذروة. ولو كملنا في باقي شارع الهرم الرئيسي احنا عارفين ان في برضو تباطؤ في السيارات بسبب غلق الطريق، وفي تقاطعات عند المريوطية ومنطقة القوات المسلحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. كل ده احنا عارفين ان فيه كثافات هتظهر برضو عند منطقة مشعل، وكثافات من عند شارع العشرين ولغاية الطلبية، وبرضو كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وده المعتاد في هذه التوقيتات بقالنا فترة لغاية ما الأعمال الإنشائية والأعمال الإصلاحية تخلص. خلينا بقى نبص عند شارع فيصل، هنا هنلاقي كثافات مرورية برضو هتفضل مكملة من أول محطة المريوطية وهتكمل لغاية كوبري فيصل، وهتكمل معانا برضو لغاية شارع السودان وجامعة القاهرة وميدان النهضة لغاية ما بنوصل لمنطقة بولاق وإمبابة. لو بصينا عند محور صفط اللبن في كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة، احنا عارفين وبنعيد التأكيد على ان الطريق الدائري للي جاي من اكتوبر والاتجاه فيه اجباري لنفق حازم حسن. من عند نفق حازم حسن تتجه قدامك عندك محور 26 يوليو او تاخد طريق رود الفرج. ولو سبناهم الاثنين ورحنا بقى عند ميدان سفينكس هنلاقي هنا الميدان تم فتحه تجريبيا للمتجه لعرابي، لكن عمليات توسعه كوبري 15 مايو طبعا لسه ما زالت مستمره وهتسبب كثافات مروريه. عايزين ناكد ان في بعض التحويلات اللي هتبتدي النهارده على محور 26 يوليو، وده بسبب اعمال التطوير اللي موجوده في المحور. نتجه دلوقتي ونشوف محافظة الإسكندرية، احنا عارفين ان برضو بنلاقي بعض الكثافات البسيطة في بعض المناطق. نبتدي من عند كوبري ستانلي هنلاقي كثافات متقطعة عند الإشارات في طول الكورنيش، اما باقي الشوارع الجانبية مش هيبقى فيها اي مشاكل وهنلاقي فيها سيولة مرورية. اما شارع جبال عبد الناصر احنا لاقيين فيه كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، وبرضو نفس الامر في شارع عبد السلام عارف اللي احنا شايفين فيه كثافات مرورية، لكن الكثافات دي احنا شايفينها متحركة ومش بتأثر أبداً على السيولة المرورية. نكمل جولتنا ونروح لأسوان ونتابع مع بعض الحلقة المرورية هناك، ونبتدي من عند شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية معانا طول الطريق، وشايفين بعض الكثافات البسيطة جدا لغاية ما بنوصل لمحطة القطار. احنا عارفين ان الطريق عادة عند محطة القطار بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي برضو هنلاقيها عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي. هنلاقي في بعض الكثافات المرورية اللي مش هتكون مؤثرة أبداً على سير المرور.
ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة اللي هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون في فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وهنلاقي كمان أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وهنلاقي في فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. متوقع أن يكون في نشاط للرياح ممكن يزود الإحساس ببرودة الجو النهاردة. درجة الحرارة في القاهرة 16 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 22 درجة، والأقل هتكون في كاترين 10 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.